بعد الدار هيا نشوف اقسم لي اسمعني تعالوا ما معناش لا كنابل ولا مفارش ولا بيوت فعلا ولا معانا اي حاجه علي الله نحن هربنا بانفسنا والعوائل حقنا والجهال نهرب اذا حسب الان جالسين بالبر شوفوا معنا تكلفنا وكيف نحن وكيف حال جوارنا لا في شيء بطانيات ولا فراشات ولا جميع منزل ما في الا على الارض لنفترشة وربي داري الوضع في منطقة الوازعية وضع مأساوي للغاية وكارثي للغاية. الناس هناك شردوا من منازلهم فأصبحوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا يمتلكون أبسط مقومات الحياة، وجدوا أنفسهم في العراء لأن ميليشيا صالح والحوثي قامت بتهجير هؤلاء الناس من منازلهم ومنعتهم من أخذ أي شيء من مستلزماتهم الشخصية.